إنها صافرة الإنذار تغلو أصواتها في جميع أراضي أوكرانيا بالكامل. فبعد إعلان بوتين التابع العسكرية الجزئية، جن جنون أوروبا وواشنطن. مسؤول أمريكي في البيت الأبيض يصف تهديد بوتين بأنه التهديد الأكبر منذ الغزو الروسي. فليتوقع بوتين عواقب وخيمة إن لجأ إلى النووي. هكذا كان رد واشنطن. بينما السعودية تعلن نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول، وتوغل صيني بأجواء تايوان ومسيرات متطورة تدخل خط المواجهة، وطائرة يوم القيامة تقلع وتثير مخاوف الحرب النووية. إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا، هذا ليس خداعاً. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن بأول تعبئة جزئية للجيش الروسي منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الدول الغربية مما وصفه بالابتزاز النووي، واستدعى الجيش الروسي 300 ألف جندي احتياط، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هدف روسيا هو إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة. واتهم بوتين الغرب بالمخاطرة بكارثة نووية من خلال السماح لأوكرانيا بقصف محطة زابروجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا. من الجانب الآخر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن روسيا ستقوم باستدعاء 300 ألف جندي احتياط للقتال في الحرب ضد أوكرانيا، موضحا أن الذين سيخضعون للتعبئة الجزئية هم من قاموا بأداء الخدمة العسكرية ولديهم سجل عسكري متخصص وخبرة قتالية. وأضاف أن روسيا لم تعد تحارب أوكرانيا فقط، وإنما تحارب الغرب ككل، مشيرا إلى أن هناك 70 قمرا اصطناعيا عسكريا و200 قمر اصطناعي لأغراض مدنية تابعة للغرب تقوم بدعم أوكرانيا. بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن هدف روسيا هو إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة، متعهداً باستمرار الولايات المتحدة في تضامنها مع أوكرانيا. واتهم بايدن روسيا بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وقال إن موسكو تلقي تهديدات غير مسؤولة باستخدام الأسلحة النووية. وتابع قائلاً: لا يمكن لأي طرف كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبداً. وأشار إلى أنه لا أحد هدد روسيا ولا أحد سوى روسيا سعى إلى الصراع. فيما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جينس ستولتنبرغ إن بوتين أساء الحسابات بشأن أوكرانيا وارتكب خطأ جسيما، مضيفا أن القوات الروسية تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة، وأكد أن إرسال مزيد من القوات سيصعد الصراع في أوكرانيا، وأن الحلف والحلفاء في حوار وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة. ومسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يصرح ويقول أن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللعب بالورقة النووية في الخطاب الذي ألقاه في وقت سابق الأربعاء وإصداره أوامر بالتعبئة الجزئية يشير إلى وجود بيئة شديدة الضغط في روسيا. وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان: الولايات المتحدة لن تعترف مطلقاً بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها. فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تلك الاستفتاءات بأنها ستكون غير شرعية. البيت الأبيض: نأخذ تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية على محمل الجد. نجاح المملكة. أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن 10 أسرى من مواطن المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بواسطة سعودية. وقالت الخارجية السعودية: قامت الجهات المعنية في المملكة باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: انطلاقاً من اهتمامات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واستمراراً لجهوده في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة، تم نجاح وساطته بالإفراج عن 10 أسرى من مواطن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومملكة السويد وجمهورية كرواتيا. وقدمت السعودية في 9 أغسطس الماضي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدات طبية وإيوائية للاجئين الأوكرانيين بقيمة 10 ملايين دولار،
تستهدف أكثر من 1,000,000 شخص. وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد في يونيو الماضي موقف السعودية بشأن الأزمة في أوكرانيا المبنية على أسس القانون الدولي ودعمها الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة. أعلنت تايوان أن مسيرة استطلاع عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها في آخر عملية توغل تأتي على وقع توتر العلاقات بين الطرفين، وعبرت المسيرة إلى جنوب غرب ما يعرف بمنطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي التايوانية رفقة 8 طائرات حربية صينية. وتعد هذه المسيرة العسكرية أكبر بكثير صنعتها شركة غويتشو لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطورة. وأرسلت الصين الشهر الماضي سفنا حربية وصواريخ ومقاتلات إلى المياه والأجواء المحيطة بتايوان في تدريبات اعتبرت الأكبر والأكثر عدائية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وكثفت الصين بشكل كبير عملية التوغل التي تنفذها في منطقة ييدز التايوانية في العامين الماضيين، إلا أن استخدام المسيرات العسكرية يعد نادراً. ولمواجهة الصعود الصيني البنتاغون يتعاون مع الهند لتطوير صناعتها الدفاعية، إذ أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند في تطوير طائرات مسيرة وتصديرها إلى دول أخرى في المنطقة لمواجهة صعود الصين. وقال إيلي راتنر مساعد وزير الدفاع الأمريكي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لعدد قليل من الصحفيين والخبراء إن الهند الراغبة في تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع تسعى أيضا لتطوير صناعتها الدفاعية، ونريد دعم الهند على هاتين الجبهتين. ويدرس البنتاغون الإنتاج المشترك مع الهند على المدى القصير والمتوسط لقدرات رئيسية لم يحددها. وتابع المسؤول الأمريكي نجري نقاشات جيدة مع نظرائنا الهنود على أعلى مستوى ونأمل أن نعلن المزيد قريبا. وطالما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند صعبة، لكن المخاوف المشتركة بشأن الصين قربتهما في عهد رئيس الوزراء ناريندارا مودي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. طائرة يوم القيامة. ووسط ما يحدث من مخاوف من حدوث حرب نووية، أقلعت طائرة يوم القيامة التي يمكن لها إدارة الحرب من الجو في حالة حدوث هجوم نووي. هي طائرة قيادة متقدم محمول جواً AACP دخلت الخدمة في عام 1974، وتوفر الطائرة منصة قابلة للبقاء للقيام بعمليات عسكرية في حالة وقوع هجوم نووي، حيث تعمل كمركز قيادة وسيطرة استراتيجية محمول جوا للقوات الجوية الأمريكية. وعادة ما تكون طائرات يوم القيامة جاهزة دائما للانطلاق 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم، وتستغرق عملية الإقلاع بضع دقائق فقط. يشار إلى أن طائرة يوم القيامة الأمريكية أو ما يعرف بمركز قيادة الطوارئ المحمول جوا وتعرف أيضا بA4B قادرة على البقاء في الجو لمدة أسبوع مع طائرات للتزود بالوقود. ونموذجها الأول قام بأول رحلة في 13 يونيو عام 1973، ومنذ ذلك الحين تم تحديث الطائرة باستمرار وتجهيزها بمعدات حديثة. وإلى نيويورك إذ تتكاثر بها المظاهرات، ومن ضمنها مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ نظم مجموعة من اليهود مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وحمل المتظاهرون لافتات تدين إسرائيل وتتهمها بالقمع والاحتلال وتؤكد أن فلسطين عربية. وتتزامن المظاهرة مع انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقى أمامها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خطاباً هو الأول له. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن البرنامج النووي الإيراني وصل لحظة فاصلة داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك وعدم الاكتفاء بالكلمات. وتطرق بينيت لحكومته قائلاً بما في ذلك إنها الحكومة الأكثر تنوعاً في تاريخ إسرائيل، معتبراً أنها قادرة على تحقيق الوحدة بين الإسرائيليين، وتجاهل في خطابه الحديث عن فلسطين أو الفلسطينيين نهائياً. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في قسم التعليقات.